هل صحيح فضيلة الشيخ أن من مات وعليه دين يعجز عن سداده يعفى عنه؟ في الحديث أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. هذا بحسب نية المستدين، إذا كان أخذ الدين بنية حسنة يقضي به حاجته وينوي ويعزم على تسديده لكنه لم يتمكن ومات ولم، فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. أو ييسر الله له من يقضي عنه ديونه، ييسر الله جل وعلا من يقضي عنه ديونه من أولاده أو أقاربه أو أحد من المسلمين بسبب نيته الصالحة. الحمد لله. نعم.